خير، احنا هنعمل النهارده العيش الشامي. العيش الشامي كيلو الا ربع دقيق ومعلقه خميره ومعلقه سكر ورشه ملح. هنجيب الدقيق كده، انا نخلاه. هنجيب الدقيق نضع عليه المكونات دي، ملح والسكر والخميره، وبعد كده وهنا 4 معالق كمان زيت. نقلبهم كده ونبدا كده بسم الله كل المكونات مع بعض. بعد كده نجيب الدقيق الزيت ندلوه على الدقيق كده. ونفرك الدقيق عشان كده يبقى ايه كله متجانس مع بعض. في بيعمل العيش الشامي، في بيعمله بيزود له كمان، لو حبيته تزود عليه حليب، كوبايه لبن حليب ومعلقتين لبن بودره. لكن احنا عشان صايمين دلوقتي هعمله كده بطريقه الصيام، من غير لبن بودره ولا من غير لبن حليب. بس زود له ميه بس كده، 7 ملاعق توابل كده. بحب اعجن بيدي عشان اعرف ايه، اعرف اتملك في العجينه، اعرف اعجنها كويس. نعرف العجينة اللي هي اتعملت ازاي، اللي هي تعمل مكانها ينضف خالص وكده. دي عجينة العيش الشامي بس، وهوريها لكم لما تختم ان شاء الله.